بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات القناه ديالنا سولو اس في تي. اليوم غادي نصحو السؤال رقم 1 في امتحان ولوج كليه الطب والصيدله ديال 2022. نبداو على بركه الله. او كور دو سيكل دو كونتراكسيون ميسكولار لو سي ا دو بليس سوفيكس. دونك اولا فاش كنهضروا على لو سي ا دو بليس كيتفيكس لينا على تروبونين، مفهوم؟ كيتفيكس لينا على تروبونين. فاش كيتفيكس سي ا دو بليس على تروبونين، هاد تروبونين كيؤدي لواحد الموفمون ديال التروبوميوزين. فاش دونك سي ا دو بليس، هادي هي المراحل. سي ا دو بليس كيلصق على التروبونين، التروبونين كيؤدي لواحد الحركه ديال التروبوميوزين، وهذيك الحركه ديال التروبوميوزين كيخلي رؤوس تثبيت الميوزين اللي كاينه في الاكتين تولي باينه. باش نزيد نشرح لكم اكثر، تبع معايا. هذا هما لي تيتادوميوزين، هاوما هزين الاي دي بي والبي اي، وهادو هاد الخضرين هادو سوسون دي زاكتين، سوسون دي موليكيل داكتين. ولا لاحظتوا كل وحده من هاد الخضرين فيها واحد الخضره فونسي، دونك كاين واحد الكريات خضراء ووسطهم كاين واحد البلاصه خضر مغلوق. هاد الخضر المغلوق هو كيتسمى لي تيت، وبيان لو ليو دو فيكساسيون ديال لي تيت دو ميوزين. دونك هاد لي تيت دو ميوزين كيلصقوا في هاد البلايص. هاد البلايص الا ما كانش سي ا دو بليس، الا ما كانش سي ا دو بليس هاد البلايص اللي بالخضر فونسي كيكونوا مغطين بتروبو ميوزين، مفهوم؟ الوغ شنو تيوقع؟ كيجي سي ا دو بليس، مفهوم؟ سي ا دو بليس كيلصق لينا على التروبونين، على هذا هو هذا كيلصق على التروبونين. فاش كيلصق على التروبونين، هاد التروبونين كيدير واحد الغوطاسيون، واحد الحركه، وهاد الحركه كتخلي هاد البلايص اللي خضرين فونسي، يعني اللي كيلصق فيهم لي تيت دو ميوزين، يوليو واضحين، يوليو باينين، ما يبقاوش مغطين بالتروبو ميوزين. اذا سي ا دو بليس كيلصق على التروبونين. فاش كيلصق سي ا دو بليس على التروبو ميوزين كيتحرك، يعني فاش كيلصق عفوا سي ا دو بليس على التروبونين كيتعراو لينا هاد لي سيت دو لي سيت دو فيكساسيون ديال الميوزين، مفهوم؟ اللي كيكونوا مغطيهم تروبو ميوزين، مفهوم؟ دونك عندك واحد ربعه الكلمات ولا خمسه خصك. دونك سي ا دو بليس كيلصق على التروبونين، والتروبونين كيديبلاسي تروبو ميوزين، وهاد تروبو ميوزين فاش كيديبلاسا كيرجع لينا هاد لي سيت دو فيكساسيون دو ميوزين، يعني مكشوفين، مفهوم؟ الشيء اللي غادي يخلي يلصقوا فيهم لي تيت دو ميوزين اللي كيكونوا حاملين الا دي بي وال بي اي. اذا هنا السؤال شنو تيقول لك؟ لو سي ا دو بليس سوفيكس. دونك اولا لو سي ا دو بليس علاش كيتفيكسا؟ دونك تو سامبلومون كيتفيكسا على تروبونين. اذا هنا تروبو ميوزين تروبونين، دونك تقدر تكون هذه صحيحه. هنا كيقول لنا سوفيكس سيغ لا تروبو ميوزين، غادي نطيروها. سوفيكس سيغ لا تروبونين، سيغ لا تروبونين سيغ لاكتين، سيك لاكتين، دونك ما كيلصقش على لاكين. اذا ها حنا حيدنا جوج ديال الاختيارات اللي غالطين. هنا قال لك سوفيكس سيغ لا تروبونين، وي سوفيكس سيغ لا تروبونين، وي سوفيكس سيغ لا تروبونين، وي. هاد تروبونين شنو كيديبلاسي؟ كيس كيل فا ديبلاسي تروبونين؟ كيس كيل فا ديبلاسي؟ إل فا ديبلاسي لا تروبوميوزين. تروبونين كيديبلاسي لنا لا تروبوميوزين، دونك كيديبلاس لا تروبوميوزين، وي كيديبلاس لا تروبوميوزين، وي كيديبلاس لا تروبوميوزين، وي. مكاينش مشكل فيهم ثلاثة. إي لي تيت دو ميوزين بورتور دو أتي بي. لاحظ معايا هاد لي تيت دو ميوزين شنو كيكونوا حاملين؟ كيكونوا حاملين الأ دي بي ماشي الأ تي بي، دونك هادي مشات، دونك أ غلطة. هنا كيقول لنا إي لي تيت دو ميوزين بورتور دو أ دي بي، وي إيسولي أ لاكتين، ماشي اي لي لاكتين بورتوز دو الاتي بي، ماشي الادي بي، ماشي الاكتين اللي تيكون حامل الادي بي، وبالتالي حتى دي غلطه، وتيبقى لنا الاختيار سي هو الاختيار الصحيح. نهايه الفيديو، نلتقي في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.